معانا على التليفون الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يوسف بي. ألف مبروك على فرقتنا العظيمة دي والله. الله يبارك فيك ومبروك لمصر. بس يعني دي خطوة بنجهز بيها، مش ده الهدف الحقيقة. إيه الهدف؟ لا الهدف والله، بص احنا طموحنا كبير قوي في رياضة الجمباز. احنا بدأنا نشتغل يمكن من 6 سنين فاتوا. اللي بيحصل النهاردة هو نتاج شغل متراكم من مجموعة الجمباز وأسرة الجمباز كلها، مش رئيس اتحاد ولا مجلس إدارة بس، يعني كل الناس اللي موجودة بأجهزة فنية، بلجان فنية، بلجان مسابقات، كله بصراحة على قلب رجل واحد. نفسنا نعمل، نحقق المستحيل، ان احنا نتأهل فعلا ضمن احسن 12 فريق على العالم في الجمباز الفني رجال. ودي حاجه صعبه قوي قوي جدا قوي. يعني انا الكلام ده كنت بقوله من سنتين لزميلي، هو انا دلوقتي بقيت معاه في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اللي هو رئيس اللجنه الفنيه للجمباز الفني رجال، قال لي الكلام ده مستحيل الدوره دي. واحنا في البطوله الافريقيه يمكن هزرت معاه واحنا قاعدين على الترابيزه الرئيسيه، قلت له this is my dream team this is my dream. فهو وشه احمر وقعد يضحك لان افتكر الكلام اللي اتقال مرتين ثلاثه في خلال السنتين اللي فاتوا تحديدا، ومحدش مصدق السرعه اللي احنا ماشيين بيها. الحمد لله يعني ربنا موفقنا وموفق الولاد، وده راجع بصراحه للتكاتف اللي موجود في رياضه الجمباز من اول مجلس الاداره، من اول الاجهزه الفنيه، أسرة كاملة بتتعامل مع بعض، كلنا خايفين على بعض، مفيش فرق بين رئيس اتحاد أو أعضاء مجلس إدارة أو لعيبة أو مدربين، كلنا بنشارك بعض المشاكل، كلنا بنحلها مع بعض. والحقيقة يمكن الحاجة الوحيدة اللي أنا قدرت أعملها في اتحاد الجمباز إزاي أنقي الناس اللي حابة الموضوع وحابة إنها تشتغل وتفيد اللعبة وتفيد ولاد بلدنا وتلم الشباب بتوعنا ونقدر، وعندنا قناعه ان احنا نقدر باذن الله. اداه قدود ان احنا نقدر، اداه قدود، اداه قدود. طب ايه اكتر فرقه او اكتر دوله يعني بتشوفوا انها منافس شديد وشرس؟ هقول لحضرتك، لعبه الجمباز او رياضه الجمباز رياضه صعبه جدا 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 على المستوى العالمي. يعني زي ما حضرتك سمعت من عمر العربي، لاعب الجمباز بيتمرن تقريبا 10 ساعات في اليوم، ما بيعملش حاجة في حياته غير ان هو بيتمرن. مفيش خروج، مفيش اجازات، مفيش رحلات، ما عندوش سوشيال لايف، هو تمرين وجوه الملعب، هو بيقضي حياته وعمره كله جوه الملعب. الكلام ده علشان تترجمه النهارده طبعا في ظل امكانيات الرياضة دي نفسها مكلفة جدا، صلاة، ملاعب، والحمد لله احنا حصل عندنا طفرة انشائية كبيرة جدا في الدولة، وده اللي خلانا احنا قدرنا من اول يمكن 2000 من اول 2016 بدانا نستغل هذه الامكانيات الجديده اللي حصلت في الدوله المصريه، وتجديد الصالات وتجديد الملاعب، والاتحاد ده عنده اجهزه بتاعته جات له من الوزاره مع دكتور اشرف صبحي الحقيقه اول ما مسك الوزاره، وبدانا نستضيف كاس عالم، وبدانا عندنا بطولات دوليه. يمكن انا بكلم حضرتك دلوقتي احنا لسه راجعين من البطوله الافريقيه امبارح. عندنا كمان 10 ايام بالظبط بطوله كاس الفراعنه للجمباز الايقاعي للجمباز الايروبيك. وقبلهم على طول قبل البطوله الافريقيه كان عندنا كاس العالم في مصر للمره الثالثه على التوالي، وان شاء الله السنه الجايه عندنا الرابعه بتاعتهم ومؤهل للمنتخب. الكلام ده كله كناش هنقدر نعمله غير لو في منظومه كامله متكامله من اول وزاره الشباب والرياضه او الدوله المصريه متمثله في الوزاره. احنا بنعرض الخطه على فكره، يعني انا يمكن بدات اشتغل مع دكتور اشرف صبحي ايام لما كان مساعد وزير، وكان له الفضل في ايجاد اول صاله جمباز نبدا نتمرن فيها، كانت في نادي المقاولين، كان ايامها هو مساعد وزير الشباب والرياضه. اول ما دكتور اشرف وصل بقى الوزير كان التعامل بيني وبينه سهل، واوريدي بقى لنا سنتين ثلاثه شغالين مع بعض، فالرؤيه كانت واضحه بالنسبه له، كانت الخطه واضحه. ما بدأناش نتكلم، احنا بدأنا نشتغل ونجري. واحنا يمكن اتحاد الجمباز كل اللي موجودين فيه مجموعه شباب، كل سواء يعني كله حابب وكله بيجتهد، وكلنا مقتنعين بحاجه واحده ان احنا يعني عايزين نعمل، عايزين نثبت نفسنا. لا احنا نقدر،
احنا مصر احنا مش يا اقل من اي مياسر حد، الحال. احنا مصر فيها كل الامكانيات ونقدر نحقق صحيح الانجاز وهنكسب والحمد لله. يمكن المؤشر ظهر في بطولة العالم للناشئين في تركيا، اول ميدالية في تاريخ مصر، في تاريخ افريقيا، في تاريخ العرب في بطولة العالم للناشئين اللي هي يحيى زكريا، ميدالية ثالث. ده مؤشر بيقول لك، يعني بيدي لك انديكيشن ان الاجيال الجديدة جاية والاجيال الكبيرة موجودة، وفي هيبقى في تواصل. احنا في خلال سنتين ثلاثة احنا نفسنا نعمل حاجة في 24. بص احنا موتين نفسنا على 24 اداه قدود، يعني. اداه قدود، اداه قدود. وبعدين يعني هقول لك، خد بالك الريس مهتم جدا بالرياضه، بيحب الرياضه، رئيس رياضي بيحب الرياضه، مهتم بالرياضيين، طبعا وبيهتم جدا بمساله دعم ورعايه الابطال الرياضيين. فيعني اللي هو انا اظن احلموا والدنيا هتترتب لكم زي ما انتم عايزين. بالظبط. اهم حاجه هقول نجيب لحضرتك الذهب. احنا شايفين مجهود الرئاسه ومجهود الدوله في اللي بيحصل. فاللي احنا بنعمله هو دور صغير بنحاول بيه نقول احنا كمان بنساعد، احنا كمان علينا دور. ما ينفعش اقعد اتفرج والاقي الكبير بيعمل كل حاجه صح واحنا بنتفرج. لا انا صح عايز الحاجه تجيلي لحد عندي. ما فيش حد هيصحى الصبح يلاقي الشنطه اللي بمليون جنيه. طبعا انت لازم تجتهد وتتعب وتشقى. ما فيش نجاح بدون تضحيه، ما فيش نجاح بدون اوقات صعبه وظروف صعبه ومآسي هتشوفها في حياتك، لان كل ده بيبقى ربنا جعله في طريقك بيثقل خبراتك. في الاخر لما توصل لنجاح بتبقى واقف وانت واثق منه، واقف وانت متمكن تقدر لو وقعت تقوم تاني. صحيح. فالحمد لله احنا قدرنا نعمل الكلام ده في اتحاد الجمباز. وعلى فكره رياضه الجمباز من اهم الرياضات في العالم واصعبها، بس حضرتك لما نبص على اعداد الميداليات اللي موجوده في الاولمبيات، يعني لو في دوله كدوله عايزه تكسب الاولمبيات لازم تهتم بثلاث رياضات، سباحه وجمباز والعاب قوى، دول اعلى عدد ميداليات. اعلى عدد ميداليات، صحيح بالظبط. فرياضه الجمباز انا النهارده بدور على، انا نفسي اجيب ميداليه، لا نفسي اجيب اثنين وثلاثه، نفسي اجهز منتخب واثنين وثلاثه. ايوه ويمكن حضرتك يعني تعالى تشرفنا مره في المركز الاولمبي. هاجي جدا. لا هتقعد مع الولاد حاجه تفرح. هاجي جدا. انا لما انا نفسي لما ببقى يعني الامور صعبه وابقى محتاج طاقه ايجابيه بروح اقعد مع الولاد في الملعب. اقول لحضرتك حاجه، دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كل شويه في ملعب الجمباز، يعني لدرجه ان هو اتصل بيا انت فين؟ قلت له لا يا دكتور ما مش كده. حضرتك يعني ما بيعديش اسبوع الا لما بيعدي على الاولاد مره واثنين ويشوفهم وحافظهم بالاسم وعارف واحد واحد بيعمل ايه. هايل هايل يعني والله، هايل هايل. يعني منظومه جميله وحاجه وشباب يفرح بجد بجد. وان شاء الله باذن الله يعني المجموعه اللي موجوده دي هتصنع تاريخ لم يكتبه احد باذن من قبل. الله. قدها وقدود ان شاء الله. واشكرك جدا وجاي لكم بجد مش هزار بقى. دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري والافريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز، الف شكر على هذا الجهد وعلى المكالمه كمان.